لا لا لا، ده وزارة الداخلية مع المحافظة ولو القوات المسلحة محتاجين. كل الكلام ده لازم خلال 6 شهور اخد تمام انه اتشال. احنا مش هنتحايل على حد. هو حد يغتصب ارض الدولة ونقول عشان خاطر اصل مصلحتهم، اصل هم حياتهم مهددة بالخطر؟ هو انت تاخد ارض الدولة واتحايل عليك؟ وزارة الداخلية ولو الامر تطلب القوات المسلحة، كل التعديات اللي اتعملت خلال 20 30 سنة اللي فاتوا يتشالوا واخد التمام خلال 6 شهور، زي ما انا بعمل تبطين للترع وبعمل اجراءات فوق الخيال فوق الخيال. وانا عارف انا بقول ايه، اللي بيتعمل في مصر ده فوق الخيال. يبقى انا كمان مش هقبل ان حد يتعدى على قدراتنا وعلى اللي احنا بنعمله عشان نحسن احوال الناس. المحافظ اللي موجود سواء كان تعدي على اراضي زراعيه او تعدي على منشات جسور وكلام من هذا القبيل، لا ده كلام مش مقبول دلوقتي. كان ممكن يبقى مقبول قبل كده، لكن دلوقتي يا جماعه مش مقبول. حد يقول لي انت زعلان، اقول لك لا انا خايف عليكم. بقول لك النهارده كان هنا بيعدي 80 مليون متر ميه، بيكفوا الناس تروي بشكل كويس. لما يبقى 30 مليون يبقى معناه ايه؟ ليه؟ عشان نبقى نعمل كده في نفسينا.